بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. سبحانك ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن شاء الله احنا هنبدأ في سلسلة عن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. وطبعا احنا واحنا بنتكلم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اول سؤال ممكن يتبادر الى الذهن، احنا ايه الهدف من دراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ليه احنا مهتمين بدراسة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم؟ طبعا اول شيء لانه هو النبي الذي ارسله الله عز وجل لنا، والنبي الخاتم، النبي الذي ارسله الله سبحانه وتعالى يعني رحمة للعالمين وبشيرا ونذيرا للناس اجمعين، هو رسولنا صلى الله عليه وسلم اللي احنا المفروض بنتعلم منه، نحن المفروض يبقى عندنا معلومات عنه. يعني لا يليق مثلا بالمسلم ان هو ما يكونش عنده معلومات عن اسم النبي صلى الله عليه وسلم، اسم ابوه، اسم امه، اسم عدد اولاده، اسمائهم. لا يليق بالمسلم ان هو مثلا ما يكونش عارف الصحابه المقربين من النبي صلى الله عليه وسلم والعلاقه بينهم كانت عامله ازاي. احنا مثلا بنستسهل ان احنا او بنستصعب ان احنا نحفظ حاجات كتير تتعلق مثلا بالدين، بالحديث، بسنه النبي صلى الله عليه وسلم، بالقران. ممكن نجد صعوبه، بعض الناس تتعلم او تعتذر او يبقى عندها مبررات ان احنا يعني في صعوبه في حفظ ايات القران الكريم، وفي صعوبه في حفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لانها ممكن تكون الايات صعبه شويه، الكلمات صعبه، كلمات الحديث صعبه. ولكن احنا سبحان الله احنا بنجد سهوله شديده في حفظ مثلا اسماء لاعبي الكره مثلا على سبيل المثال. طيب احنا لو بنتكلم في اسماء لاعبي الكره اللي هم في بلادنا في الدول العربيه، سهل ان احنا نحفظ اسمائهم، اسماء متداوله ومعروفه. طيب بالنسبه لاسماء مثلا لاعبي الكره في الدوري الانجليزي او الدوري الاسباني او البطولات المختلفة في أوروبا وغيرها، أسماء صعبة وأسماء إحنا ما نألفهاش وما نعرفهاش، ولكن بنحفظها، بنحفظ 11 لاعب ونحفظ أسماء اللاعب الاحتياطي ونعرف اللاعب ده كان في فريق ريال مدريد سنة كذا وراح لبرشلونة أو راح من برشلونة لمانشستر سيتي أو المهم إن إحنا الأمور دي بتبقى سهلة. طب ليه الأمر لما بيتعلق بالقرآن بنجد صعوبة؟ ليه الأمر لما بيتعلق بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بنجد صعوبة؟ الصعوبة في إن إحنا مش مهتمين. الإنسان لما يبقى مهتم بشيء بيبقى بيسعى بكل وسيلة وبكل طريقة إن هو يتقن هذا الشيء، إن هو يكون ملم بيه، إن هو يكون يبقى حابب إن هو يعرف معلومات عنه، أو إن هو يبقى ملم بكل شيء يتعلق به. إحنا طبعًا من الحاجات الأساسية ان احنا لابد نعرف رسولنا صلى الله عليه وسلم، ان احنا يبقى عندنا معلومات عنه، ان احنا نفهم شخصيه النبي صلى الله عليه وسلم وحياته والظروف اللي عاش فيها، ونبقى مدركين تماما ان النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يكن فقط مجرد شخص عبقري سمت به عبقريته ووصلته لدرجه من العلو والسمو والمكانه العاليه الرفيعه، لا، هو قبل ذلك هو نبي يوحى اليه، الله سبحانه وتعالى اوحى اليه. فهو صحيح هو عبقري، النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو أكثر الناس ذكاء وفهما وعلما وخلقا ودينا وكل شيء، ولكن هو قبل ذلك مؤيد من قبل ربنا سبحانه وتعالى. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى، معلم من الله سبحانه وتعالى. محتاجين إحنا ندرس سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ليه؟ احنا محتاجين مثل اعلى وقدوه ونموذج نحتذي به في حياتنا ونتعلم منه. وبس الله تعالى بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم في سوره الاحزاب: لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا. يعني من اراد رضا الله سبحانه وتعالى، من أراد الدنيا ومن أراد الآخرة ومن أراد اليوم الآخر، عليه أن يتعلم من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن يأخذ النبي صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة ونموذجا محتزبا.
طبعا السيرة النبوية هي في ظني أن هي من أعظم العلوم الإنسان المسلم يدرسها في حياته، لأنها متعلقة بشخص النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو أفضل الخلق، اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني مدحه في القرآن في كثير من الآيات. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. اللي ربنا سبحانه وتعالى قال عنه وإنك لعلى خلق عظيم، وإنك لعلى خلق عظيم في سورة القلم. احنا مش بندرس مثلا سيرة واحد مثلا عظيم من علماء التاريخ او قائد من القواد او زعيم من الزعماء او ملك من الملوك، ولكن احنا بندرس سيرة الشخصية الافضل على الاطلاق في التاريخ كله، منذ ان خلق الله عز وجل ادم الى ان يرث الله الارض ومن عليها. لم تجد افضل من النبي صلى الله عليه وسلم الذي أقسم الله عز وجل به كما في سورة الحج لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. أقسم الله عز وجل به أقسم وهو الذي سيشفع يوم القيامة. النبي صلى الله عليه وسلم هو يعني لن يبدأ الحساب إلا بعد أن يشفع النبي صلى الله عليه وسلم، هو صاحب المقام المحمود الذي وعده الله عز وجل به. هو يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسه كما نعلم في الحديث أنا سيد ولد آدم ولا فخر، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر، وأنا أول من تنشق الأرض عنه يوم القيامة ولا فخر، وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر، ولواء الحمد بيدي يوم القيامة ولا فخر. النبي صلى الله عليه وسلم يعني الذي قيل أنه هو الماحي الذي محى الله عز وجل به الطغيان، ومحى الله عز وجل به الشرك، ومحى الله عز وجل به الظلام. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي هو صاحب المقام المحمود والحوض المورود. النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فتحت له أبواب السماء في ليلة الإسراء والمعراج، لما يعني صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة جبريل عليه السلام أمين الوحي وصعد به إلى السماوات العلى، ولما صعد وطرق الباب يعني في باب السماء فأجاب الملك وقال من؟ فقال جبريل، فقال من معك؟ فقال محمد صلى الله عليه وسلم. فقيل وقد بعث إليه؟ قال قد بعث إليه ففتح كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ففتح لنا. من أسباب الاهتمام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا تقوية الإيمان في قلوب المؤمنين. احنا ربنا سبحانه وتعالى في القرآن في سورة النساء فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يعني نحكم بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، نحكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم يكتمل الإيمان. لا يؤمنون حتى يحكمون، وبعد كمان ما يحكم يعني أو الناس تعالى يقول في الآية ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. يعني الحكم النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقوله، الأمر النبي صلى الله عليه وسلم يأمر به، أنت إحنا نؤمن به ونسلم به ونتبعه ونقوم به، وكذلك لا نجد يعني حرج في أنفسنا، لا نجد أي حرج في تنفيذ أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو الحكم الذي أمرنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم. محتاجين نقف على الكثير من الأحكام الفقهية اللي بنعرفها من خلال سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، اللي هي بتوضح كل يعني تفاصيل حياة النبي صلى الله عليه وسلم منذ ولادته وحتى موته. طبعا مرورا يعني احنا بندرس ما يتعلق بطفولة النبي صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بشبابه وما يتعلق ب يوم جاء جبريل اليه واوحى اليه اقرا باسم ربك الذي خلق، تتعلق بجهاد النبي صلى الله عليه وسلم، بصبره، بتضحيات النبي صلى الله عليه وسلم، تتعلق بالغزوات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها او قدها، تعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم كزوج وكأب وكقائد وكمحارب وكمربي وكداعية. فإحنا كل حاجة محتاجين إن إحنا نعرفها عن النبي صلى الله عليه وسلم هنجد الحاجة دي في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. الداعية حتى الذي يدعو لله عز وجل، اللي بيخطب في الناس واللي بيتحدث في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو الناس إلى دين الله عز وجل، يجد كل شيء في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في أساليب الدعوة ومراحل الدعوة إلى الله عز وجل، وكيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع المسلمين في بداية الدعوة، وكيف دعا غير المسلمين إلى الإسلام،
وكيف كانت تعاملاته مع غير المسلمين بشكل عام، وكيف كانت تعاملاته مع يعني القبائل المختلفة وذوي الديانات المختلفة وذوي الأفكار والعقول المختلفة. نعرف ده كله من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. حتى المربي يعني المعلم الذي يربي الطلاب والأب الذي يربي أبنائه يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه مع زوجته مثلا، مع خديجة، كان بيعمل إيه مع عائشة رضي الله عنها، كان بيعمل إيه مع صفية رضي الله عنها. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل إيه مع أولاده، كان بيتعامل معاهم إزاي، معاهم إزاي، كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع السيدة فاطمة رضي الله عنها، فاطمة الزهراء. يشوف النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يتعامل مع المجتمع اللي حواليه، مجتمع الصحابة، الناس اللي هم أكبر منه سنا واللي هم أصغر منه سنا. كيف كان يتعامل مثلا السيدة خديجة رضي الله عنها، كيف كان وفيا لها بعد وفاتها. احنا في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم نعرف النبي صلى الله عليه وسلم، نعرف من خلال سيرة النبي صلى الله عليه وسلم فهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى، نقدر نفهم كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونقف على الآيات ونتدبر ونعرف ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الآيات المختلفة والمواقف المتعلقة بأسباب نزول الآيات. كل دي موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. لو انت عايز يعني